السلام عليكم ورحمة الله. بعد المشاهدة لا تنسوا تشجيعنا بالإعجاب والتعليق. بالتأكيد مباراة مهمة ومباراة مرتقبة. نبدأ النهاردة بتشكيلة نادي الشباب أصحاب الأرض اللي هيجوا على يمين الشاشة بالزي الأبيض الكامل. بيلعب النهاردة الشباب بحارس مرمى هو فاروق بن مصطفى، أربعة مدافعين قدامه، من اليمين صالح الجوميزي، ومن اليسار بيلعب أولمان أولر سيلفا، مع البين دفاع ماريوس كمان، وبجواره فاروق، أو عفوا بجواره جمال بن العمري. وسط الملعب عبد الله الخيبري ولويس سوزا، على اليمين كونستانتيس ودسكو، على اليسار هتان بهبري، قدامهم بيلعب أرثر كايكي، ومهاجم وحيد هو الزلزال ناصر الشمراني. على الجانب الاخر في تشكيلة السيد رامون دياز المدير الفني الارجنتيني اللي ظاهر قدامنا في الصورة، وبجواره ايميليانو بيلعب بعساف الجردي حارس مرمى، اربعة مدافعين، من اليمين عمر المزيعل، من اليسار تياجو كارليتو، ماتيو جورمان، واحمد عسيري البين دفاع. وسط الملعب خوناس دي سوزا، قدامه بيلعب اربعة كريم المقاش. نسينا كل المباريات ولكن صافرة البداية، تحياتي معلق المباراة بلال احمد علام، وننتظر بتنفيذ. شايف دلوقتي كونستانتين بوديسكو هو اللي واقف على تنفيذها عليا المرة دي، وادي محاولة لكن مع المنتخب السعودي في المونديال الماضي. باص من رومارينيو، هي الكرة في النحاية اليسرى الى كارليتو، امامية الى فهد المولد، ولكن يطلع الحارس فاروق، محاولة عند اولمان، اولمان سوزا، بينية جميلة، هتان بهابري، يحاول بهابري يمر المرة دي، ياخدها بذكاء، ولكن برافو بقى خوناس. امامية المحاولة، هنا المرة دي الباص بعرض الملعب، انطلاقة حلوة من عمر المزيعل، العرضية فين؟ العرضية فين؟ العرضية حلوة المرة دي على القائم الثاني. اهي ادي هنا هتان بهابري، وادي هنا الدفعة اللي موجودة من جانب خوناس، وضربة حرة مباشرة لمصلحة نادي الشباب. ونص من عشرة، هل تبقى عشرة من عشرة ولا تبقى ستة من عشرة يا بوديسكو؟ واقف بوديسكو على التنفيذ، بوديسكو، ولكن المرة دي بقى حق. لعب في اليمين الى عمر المزيعل، يلعب الى فهد المولد، بينية حلوة المرة دي، عمر المزيعل بيحاول، عمر المزيعل يلحق لكنها بتوصل سهلة عند جمال، طاها منه لويس سوزا الى بيسيتش، يمشيها سريعة كريم الاحمدي، تياجو كارليتو، عرضية حلوة المرة دي، ولكن المرة دي عالية لسه الخطورة، ولكن فاروق بن مصطفى لكريم الارض للرومارينيو من تاني، محاولة عايز يلعبها كوبري ولكن خبطت في لويس سوزا، للاحمدي عرضية، بيسيتش يقابل ولا ايه؟ هي المرة دي اللي وسع لمساحة ناصر، يلعب الارض حلوة، هنا المرة دي كايكي يرجعها الى لويس سوزا، بوديسكو مع الكورة، كعب رجل جميل، الجوميزي يلعب العرضية وتسديدة، ولكن برافو بقى عساف الجردي، واحدة بواحدة، واحدة بواحدة، واحد. خلينا نشوف كريم الاحمدي يلعب العرضيه، كريم بيزيتش استلم الكره، فوتها لكارلوس، فيلان يويفا، فيلان يويفا، حلوه لسه الخطوره قائمه، ولكن صفاره من حكم المباراه، خطا ضربه حره لمصلحه نادي الشباب. قايل لك كارلوس، الله، فيلان يويفا غير، فيلان يويفا غير، اسمع مدرج الاتحاد واستمتع، ولع الملعب وتزعل، اعصار اتحادي، لسه المحاولة من خناس، تغيير اللعب الى كريم الى احمدي، يلعب الكرة جميلة ومحاولة المرة دي، بيسيتش بيحاول يهرب على الارض الى فهد المولد، هي الى بيسيتش من تاني، استلمها كويس مع الكرة الصربي، بيحاول عدى كويس الصربي، لعب العرضية، ولكن هنا المرة دي بقى فهد السبيعي، نفس الكلام برضو للشيحان وللرزقان ولابن الحوطة عبد اللطيف الغن، وبيتحرك له كويس ناصر الشمراني، لكن النهارده عنده مهمة صعبة مع أحمد عسيري، لكن ناصر مع الكورة يلعب البينية، ولكن مقفل فيها عمر المزيعل، يسيب يشوف فيها عمر المزيعل بشكل ممتاز، وقف عليها عمر، لف العرضية دي خطيرة، دي خطيرة يا بيزيتش، حلوة المرة دي الفرصة من الاتحاد، يلعب البينية، يعني ممكن دياز يفتح له مساحة بشكل أفضل، فهد المولد يلعب العرضية، عدت من أمام ألكسندر بيزيتش، هي أقرب عند صالح هذا الباص من جانب أولمان سيلفا اللي بيلعبها، والضغط موجود عليه، ولكن هو قرار من الحكم بخطأ لمصلحة هتان بهبري. الله، الجواب يبان من عنوانه،
الى فيلا نيويفا، يلعبها على الارض كويسه الى كارليتو، كارليتو يعليها، هرب 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 رومارينيو، ولكن فاروق بن مصر. لكن هون بادئ شوط اللقاء الثاني بسيطره اتحاديه. يا سلام على الوانتو الى عمر المزيع، خدها في مكان كويس، حطها في اليمين الى فهد المولد، راوغ وعدى، لعب على الارض، عدت المره دي ما فيش. هابري استلم الكره هتان ومعه عمر المزيعل، واحد لواحد، المهاره هتفرق يا هتان، عدى هتان، دخل جوه المنطقه هتان وعمر المزيعل معاه. رادي لالكسندر بيزيتش، هرب من ناحيه الشمال الكسندر بيزيتش مع الكره، الكسندر بيحاول، الكسندر عدى كويس، لعب الكره العرضيه ولكن من قدامه ماريو يقطعها لرومارينيو، وصلت مره ثانيه لفيلا نيويفا في اليمين، محاوله من رادي، عمر المزيعل بيحاول، عمر يلعب العرضيه العاليه وهنا محاوله، ولكن صالح مولد وقف على الكره، فهد هيعمل فيها ايه؟ لعب الكره خبطت في اولمان، رجعت له من جديد، وصلت عمر مسائل، عدى كويس ولكن صفار. انتظر ونشوف في الايام القادمه. هنا فيلا نيويفا دي خطيره، ولكن المره دي بقى يطلعها كويس جدا بوديسكو، تنزل محاوله انطلاقه من هتان بهبري، هيلحق ولا ايه؟ اللي بدات تبان، رومارينيو هيشوط، هيشوط، عدل، عدى، لعب العرضيه حلوه، كارليتو، كارليتو لعب، كارليتو حلوه، برافو يا ولد. بقول له ضربه مرمى، شوف المره دي رومارينيو لعب الكوره، شوف هنا سدد حلو قوي، ولكن برافو التصدي اللي كان حاضر وكان صاحي فيه حارس المرمى فاروق بن مصطفى. الاتحاد لا زال هو الاخطر ولكن ينتظر اشاره. ترجع الكره مره ثانيه من الشمال لتياجو كارليتو، يعدي كويس يا ولد، مر كارليتو من صالح الجوميزي، عايز يلعب البينيه لكن اتقفل عليه، ولكن المره دي من قدامه ماريوس كمان، يلعب الكره كمان اماميه الكره، وهنا استلامه من بوديسكو، بيحاول بوديسكو تتقطع ولكن هي صفاره. ميلا الى رومارينيو، انطلاقه المره دي سريعه، حلوه الكره الى الكسندر بيسيتش، بيحاول بيسيتش ولكن محمد سالم، محمد سالم ينقذ الكره من قدام الكسندر بيسيتش، من قدام الكسندر بيزيتش، لكن رومارينيو، الله الله الله، اهو شوف بقى قوة الصربي هنا، شوف عدلها لنفسه وعدى وشاط، ولكن محمد سالم حط عنده بالمناسبة شقيقه ادريانو، ادريانو هو الاخ، لسه الخطورة ولكنها ردت مرة ثانية من جديد، نزلت استخلاص كويس من جانب لويس سوزا، لكن شوف بقى الزحمة اللي في وسط الملعب، وشوف هنا بقى كريم نقل المرة دي موجودة من كمان، يلعبها إلى بوديسكو، بوديسكو يلعبها سريع المرة دي ولكنها بعيدة عن المرمى، فكرتها إن هو كان يسقطها في المرمى. جوناس يلعب لكريم الأحمدي، كريم يعدي، كريم يمر، كريم يتوغل يلعب الى رومارينيو، رومارينيو وقف، لعب الكره الى كريم من جديد، كان بتتقطع، هي الى بوديسكو، سريع لويس سوزا يعدي، وصلت المره دي لبوديسكو، بينيه جميله، انطلاقه، محاوله عند ناصر ولكن كالعاده احمد هتان، هتان مراوغه ممتازه، عدى هتان، بينيه الناصر تخلص كل حاجه، هي البينيه الناصر، وهنا ناصر استلم طلع بيها على الطرف ولكن هذه الراسيه العاليه، وادي بالديبيا يطلع كرة الى رومارينيو، رومارينيو في مساحه يلعبها طويله، رومارينيو ما وصلتش عند فهد المولد، وصلتها حلوه لهتان بهبري، يظهر له المره دي ناصر الشمراني، ظهر له ناصر، هتان بهبري راوغ وعدى، لو شاط، لو شوط حلوه من هتان على القائم الثاني، ما فيش اي حد خالص، اقرب الى كارليتو اللي ضغط عليه سوماليا، مراوغه ليه على الخط ممتازه، ماتيو جيرمان وغلط 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 وغلط، والسلسال يعاقب الاتحاد، السلسال يعاقب الاتحاد، ناصر الشمراني يخطف الاتحاد هدف، يخطف الاتحاد بهدف، السلسال ناصر، السلسال ناصر هو اللي بيسجل الهدف الاول في الدقيقة 80، وغلطة لا تغتفر يا كارليتو، لا تغتفر يا كارليتو، وهدف اول للشباب، ناصر الشمراني واقف مستنيها، وناصر الشمراني يسجل الهدف الاول للشباب. اهي الكورة اتلعبت العرضية، وادي تياجو كارليتو، مراوغة كانت ممتازة، مراوغة